أجر لك. نعم. وبيض الله وجيكم على كل حال. واجه. الحاجة الأهم من ذا كله، أنا أعيد وأكرر متسابقيني الغالين، أنا دائماً أقول شكر، دائماً شكربت الأفضل. والله أني أقولها وأنا صادق في 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 خاطري أنا يا نغلة. وبيض الله وجيكم من غير قاصر في البرامج السابقة، وكل شخص على ما قال في حقه. وبيض الله وجيكم على كل حال، إن كان قصرت فعذروني على القصور، والله ما من قصور، وجعلكم تسلمون على كل حال. والله أنكم إخوان، وأنا أعيش معكم الريالتي وتشوفون بدون تكلف. هذه فقرة 85% كلها ريالتي، فبيض الله وجيكم على كل حال. والله يجمل حالكم جميعا، وإن شاء الله بإذن الله نشوفكم بإذن الله في سواء في البرنامج أو خارج البرنامج. ان شاء الله احنا بنتلاقى، هذا الكلام للمتسابقين باذن الله، احنا نتلاقى احنا وياكم بشكل مستمر باذن الله. انت مكسب للقناه ولنا. الله يطول عمرك يا سلطان، يبيض وجهك على كل حال. ما عليك زود، ما تجينا ودينك فاضي، مره معك غدا ومره معك عيشه ومره جعلني فداك. والله العظيم اني مقصر وجعلكم جعلك تسلم. لا والله انت بحكم بالشعب. انا ابو سعد، انا بعض الاحيان في الفقرات اني ازودها عليك، وان ما بالعكس والله اني وانك تذبحها وتبشر. والله انكم اخوان، لا بالعكس والله اني محبه وغلا، ولا جاء منكم الا كل عمر. وابشر لك باخوان يا ابو سعد، والله انكم اخوان في البرنامج وبرا. والله انكم اخوان، اشهد الله اخوان لي. الله يبيض وجهكم على كل حال. انا للامانه ما ودي على ما قال اعبر، عشان والله اني ما يجي في خاطري، لاني انا رجال حساس قلبي مثل الريشه. والله العظيم كذا ارهيف ارهيف مثل القطنه. بيض الله وجهكم. احب اشكر الله يبيض وجهكم رئيس مجلس الاداره الاخوي الغالي ابراهيم الحسيني السال تحيه، وكذلك نائب رئيس مجلس الاداره اللي هو بدر الحسين عبد العزيز، وكذلك احب اشكر المشرف العام على البرنامج اخوي الغالي زياد الشهري، والمدير مدير البرامج اللي هو او مدير القناه اللي هو صالح الحسين، صالح بن ابراهيم الحسين. واحب اشكر متابعين فقره جمعتنا بشكل عام سواء على اليوتيوب ولا في الشاشه. واحب اشكر المعد اللي كان معي الايام اللي راحت، مصعب العمري، هيا الله يبيض وجهكم، هيا ونكبنا والله اليوم الله يسامحه. واحب اشكر المخرج شريف والمخرج محمود وعلي المصور واحمد المهندس اللي ضبطنا في الصوت، الله يبيض وجههم. احمد احمد نعم نعم شفت العصر يداوم، لا المنيب في المساء، احمد في الصباح. اي خلاص. والمعد الجميل اللي كان ختامها مسك معه احمد عبد الرحيم، الله يبيض وجهكم على كل حال، الله يطول عماركم. واشكر اخوي حماده يستاهل اكبر تحيه، يستاهل. طيب اشكر المصور اللي دائما تشوفون الصور متسربه في البرامج التواصل الاجتماعي، احمد طحامي يستاهل والله العظيم، بيض الله وجهه على كل حال. ايوه هذا هو اللي قبل شوي. الله ها مسربة. انا ايش قلت؟ لا لا قلت مسربة. الله يسلم، سوي كفير مايك كميوت، عدها عدها ابو سعد. ابو سعد والله الايام هذه تحزن يا ابو سعد. لبيه اقول الايام هذه تحزن والله العظيم تحزن. اعطوني موسيقى حزينه مرت بسرعه. انا ودي هرجه مكتبك تقول انك حساس. والله اني والله انا في والله انا في محجر العيون. والله يا الرجال ذولي ما عاد تقدر تواجههم مره ثانيه. لا ان شاء الله لا تواجه انا وياك. لكن نفس الجمعه ذي ولا ايام ولا جو، مره جانا عجه ومره مطر ومره خيل. شفت شفت العجل اللي جانا الاسبوع اللي راح؟ ما عاد ندري عنه. صدق شفت العجل اللي جانا الاسبوع اللي راح؟ شفت انت؟ لا خليك، العجل اللي جانا الاسبوع اللي راح قسما بالله انه لا زالت ذكرياته موجوده للحين. الله يعني كملها لها سبع ايام. سبع ايام، فما بالك لو نتذكر بعد. تراكم اخوان، والله انكم اخوان، والله يوفقكم جميعا، وهذه بدايه انطلاقتكم، وراكم جمهور وينتظر منكم، وينتظر نصيحه. نصيحه كل شخص لا يوقف. نصيحه ها؟ انت قلت قصيح. انا قلت نصيحه. ايش قلت؟ قلت نصيحه. الله يسعدك ابو سعد اليوم اي كلمه حدث اهم شيء لا يضحك. والله ما سمعت، فبيض الله وجهك. تكلمت من الجمعه الى نهايه السنه. ابو سعد اليوم وش عندك انت بعد ما اعرف عندك شيء؟ انا عندك والله ما عندي الا كلمه. اجل يا بابا يا بابا خلاص.